أدينا وصلنا أهو، هنا مكان الرمز اللي بتدوروا عليه. بس المكان ده عالي قوي وخطر. دي مش مشكلتي، أنا قلت لكم على المكان وشوفوا بقى مين فيكم اللي هيطلع. أنا أقدر أقوم بالمهمة دي، أنا لازم أطلع وأجيب الرمز الإلكتروني. استنى يا سيف، المكان عالي قوي والوقعة هنا بموتة. ما تخافيش يا شروق، لازم حد فينا يقوم بالمهمة دي، توكلت على الله. خد بالك يا سيف. ايه ده؟ ده مفيش حاجة خالص. ها؟ وانت كنت فاكر ايه؟ انك تلاقي ده؟ فالتا، وقع السلم ده على الارض لغاية ما نلم صحابه دول، وبعدين نجيب البطل الهمام بتاعهم سيف باشا. احنا وقعنا في فخ ولا ايه؟ شروق كان عندها حق، لازم الاقي طريقة اساعد بيها اصحابي، مستحيل اسيب غلباوي الشرير ده ينتصر عليهم. ابعد عنه. اللي هيقرب مني هلاقي العصاية دي فوق دماغه. دي مسألة وقت بس، وهتكونوا كلكم في إيدي، هاتوهم بسرعة. سمعتك بتضحك كتير النهاردة يا غلباوي، ولكن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. إيه؟ إيه؟ برافو عليك يا سيف، انت عرفت تستخدم قانون الجاذبية على الأشرار دول. شاطر يا غلباوي، انت ساعتنا نلاقي رمز النهاردة، شطار يا اخواتي. تفعيل نظام الحماية، لازم ألاقي طريقة أعرف أوصل بيها لسيف وحذره، وكمان أسيطر على نظام الحماية. أنا قلقانة قوي على سيف. العمل على الجهاز ده موقوف دلوقتي، علشان تعدي جاوب على السؤال اللي جاي. ما الفرق بين العلم النافع والعلم الضار؟